في مشهد غير مألوف في مدينة الموصل العراقية التي كانت ذات يوم معقلا لتنظيم داعش في العراق، يهرع متطوعون شبان للبلدة القديمة من أجل المساعدة في تجهيز مأدبة إفطار رمضاني للمحتاجين. يأتي ذلك في إطار مشروع فرحة اليتيم الذي يقول أحد منظميه إن متطوعين يقدمون فيه الطعام للعشرات من سكان المدينة الذين يشعرون بأن المسؤولين يهملونهم. ما في منه.